وننتقل إلى البحث الثالث الخاص بالعراق والذي سوف يقدمه الدكتور واثق الهاشم، فليتفضل سيادتك. شكرا سيد الرئيس، أسعدتم صباحا. سأتكلم عن التجربة الإسلامية العراقية حالة الاستقرار في الدولة. يعني أكو تجربة إسلامية منذ 2003 في العراق، أيضا كان المفروض أن الجميع يستفاد من عدها، حالة الفوضى وعدم التوافق. كنا نأمل خيرا في الأحزاب الإسلامية لكنها ولدت ردود فعل عنيفة للمواطن العراقي أولا والمواطن العربي، لم تكن فاعلة في كثير من أدائها، لذلك كانت هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع. أتكلم في البداية عن تجربتنا الإسلامية وأعطيكم نبذة عن تأسيس الأحزاب الإسلامية في العراق. برزت على الساحة السياسية العراقية منذ قيام الدولة العراقية الحديثة في عام 1921 حركات وأحزاب سياسية ذات إطار ديني أو ما تسمى بالأحزاب الدينية. تهدف هذه الأحزاب إلى إقامة نظام إسلامي في العراق، كل حسب رؤية الشرعية والتي تنبع عادة من فكر مؤسسيه أو الفكر الإسلامي الذي تنتمي له. انجرفت هذه الأحزاب باتجاهات طائفية ضيقة أفقدتها إسنادها في تأييد قطاعات واسعة من الشعب العراقي. أهم سمات هذه الأحزاب والحركات الدينية أنها تسعى لإقامة نظام حكم إسلامي. تنطلق غالبية هذه الأحزاب والحركات السياسية الدينية من منطلقات طائفية. لكل حزب أو حركة مرجعية دينية تختلف على الأغلب على ما موجود لدى أحزاب الأخرى، وقد تصل إلى مرحلة التكفير أحدهم بالآخر، يتهم الآخر بالتكفير. اتخذت غالبية هذه الأحزاب والحركات العمل المسلح سبيلا للدفاع عن نفسها وللسيطرة على ساحة الصراع. غالبية هذه الحركات لها ارتباطات مع خارج العراق، وهذا ما أساس المشكلة الآن الموجودة في العراق، أن كثرة التدخل الخارجي وحجم الأجندة الخارجية التي تفقد الهوية الوطنية العراقية. تمتلك غالبية هذه الأحزاب أجنحة مسلحة، لا تؤمن الحركات الإسلامية بالديمقراطية من وجهة النظر الليبرالية، بل تعتبرها مفاهيم غربية وأن المفهوم البديل هو مفهوم الشورى. مراحل نشوء هذه الأحزاب تأسست على 4 مراحل. المرحلة الأولى منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 21 وحتى عام 58، ومنذ عام 58 وحتى عام 68 المرحلة الثالثة، منذ عام 68 إلى 2003 والمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الصراعات الكبرى منذ 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وحتى يومنا هذا. أهم الأحزاب التي تأسست في المرحلة الأولى هي الأخوان المسلمين أثناء ذهاب الشيخ محمود الصواف إلى القاهرة دراسة العلوم الشرعية في جامعة الأزهر. التقى هناك بالإمام حسن البنا مؤسس وزعيم حركة الأخوان المسلمين. عاد إلى العراق عام 47، أسس الفرع الإسلامي للأخوان تحت اسم جمعية الأخوان الإسلامية. ركز الصواف في بداية مرحلة الأولى على الرسائل التربوية الاجتماعية، ثم التقى بالشيخ أمجد الزهاوي وأصبح مرشدا روحيا لمنظمة الصواف الجديدة جمعية الأخوان المسلمين. لقد أضفت قيادة الزهاوي شرعية على الجمعية، وبما أن الزهاوي كان كرديا فقد أثر ذلك على انتشار الحركة في المناطق الكردية والعربية على حد سواء. وتركزت عضوية هذا التنظيم على طلبة الثانويات والجامعات والمحامين والأطباء. سعى الصواف للتواصل مع القوات المسلحة وهي ظاهرة جديدة، فأقام علاقات مع ضباط كبار من أشهرهم الضابط العراقي المشهور محمود شيد خطاب، اللي شجع الصواف خريجي الثانويات على الالتحاق بالكليات العسكرية بغية تأمين موطئ قدم لهذا التنظيم في المؤسسة العسكرية العراقية. هذه الجمعية كانت لها مبدأ تقريب مع المذاهب، لكن يعتبر عام 52 هو العام الفعلي لتأسيس هذه الجمعية، فأصدرت المطبوعات والنشرات وتأسيس مكاتب وفروع لها في الحزب. الحزب الآخر هو الحزب الجعفري، وهو حزب تأسيس عام 52 من قبل السيد عبد الصاحب دخيل والسيد صادق القاسمي والسيد حسن شبر. كان البرنامج يهدف إلى نظام حكم إسلامي وركز على الجوانب التربوية بغية إعداد قاعدة جماهيرية. حزب التحرير الإسلامي وهو حزب تأسس في عام 54 على يد مندوبين تم إرسالهم للعراق من قبل مؤسس الحزب في القدس تقي الدين النبهاني، ويعتبر الشيخ سعدون العبيدي الذي عاصر الشيخ النبهاني من مؤسسي حركة الحزب في العراق أن الخلفية والفكرية العقائدية للنبهاني هي الإخوان المسلمين اللي انشق عنهم بدعوة تفريط بالدين داعين إلى أسقاط الأنظمة الكافرة. في عام 55 قدم الحزب طلب للترخيص بالعمل في عهد رئيس الوزراء العراقي نور السعيد لكن رفض. في عام 60 قدموا طلب جديدا في عهد عبد الكريم قاسم لكن رفض مرة أخرى. وفي فترة حكم البعث الأولى في عام 63 أعدمت السلطة عبد الغني الملاح وأحد قيادي الحزب بتهمة الانتماء لهذا الحزب.
ونشط الحزب في عهد الرئيس عبد السلام عارف، فأقام الندوات وأصدر الكتب والمنشورات. لكن بعد مجيء حزب البعث في المرحلة الثانية عام 68 تعرض إلى موجة من الإعدامات والاعتقالات، وتم إعدام أبرز مفكري هو الشيخ عبد العزيز البدري اللي يعتبر من الدعامة الأساسية للحركة الإسلامية في العراق. حزب التحرير الإسلامي هو حزب سياسي إسلامي شأنه وشأن الإخوان المسلمين، يسعى لإقامة الخلافة الإسلامية تحت حكم الخليفة، له تنظيمات في أنحاء واسعة من العالم، وعنده تسمية لا تسمية له للدول لكن تسمى بالولايات، مثل ولاية العراق، ولاية مصر، ولاية باكستان، ويسعى للوصول إلى السلطة عبر إقامات علاقة وثيقة مع مراكز القوى السياسية والعسكرية. حزب الدعوة الإسلامي واللي الآن هو موجود في السلطة، تأسس الحزب في العراق أثر لقاء عقده في بيت آية الله السيد محسن الحكيم في مدينة كربلاء، وهو كان المرجع الشيعي الأعلى في العراق وفي العالم. في 12 تشرين الأول عام 57 حضر الاجتماع كل من محمد باقر الصدر الذي يعدم من قبل الرئيس صدام حسين في 1980، والسيد مرتضى العسكري، والسيد مهدي الحكيم، والسيد عبد الصاحب دخيل، والسيد صادق القاسمي، وكذلك محمد باقر الحكيم. أطلق الحزب على نفسه حزب الدعوة انطلاقا من الآية الكريمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تعرض الحزب لضربة قاسية من الأجهزة الأمنية، حيث اعتقل عضو القيادة عبد الصاحب دخيل وقتل في السجن عام 73. وقرر الحزب تصعيد المعارضة المسلحة من وتيرة الصراع الثقافي والدعوي إلى صراع المسلح عام 79. أسس الحزب جناحه العسكري وأطلق عليه اسم الجناح جناح الجهاد. بعد قيام الجمهورية الإسلامية في إيران وينتجر الضغوط الكبيرة ضد الحزب، غادر أغلب قيادات الحزب إلى إيران لتصبح القاعدة الأساسية لحزب الدعوة في إيران، وتبدأ بالضغط على السلطة الحكومة العراقية بعد نشوب الحرب العراقية. ووقف الحزب إلى جانب إيران في صراع العراق وحربه مع إيران. ساهم الحزب في تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي اللي انشق عن حزب الدعوة، والآن هو أحد القيادات الموجودة برئاسة السيد عمار الحكيم في 17 تشرين الثاني 82. وحزب الدعوة لا يؤمن بنظرية ولاية الفقيه اللي الآن هي موجودة في إيران، وقد ساهم الحزب بعد الاحتلال في تأسيس مجلس الحكم وفي العملية السياسية. تعرض وما يميز الأحزاب الإسلامية في العراق السنية والشيعية كثرة الانشقاقات اللي فيها، كل حزب يتعرض إلى أكثر 6 أو 7 انشقاقات وصراعات على السلطة. تعرض الحزب إلى شقاقات عديدة، حيث خرج عن الحزب عز الدين سليم عام 80 ليؤسس حركة الدعوة الإسلامية والتي تؤمن بولاية الفقيه، ثم انفصل القسم أو الفرع الذي يعمل داخل العراق إلى حزب آخر سمي حزب الدعوة تنظيم العراق وحزب التنظيم الدعوة في الخارج، وأسسوا مجموعات أخرى. الحزب كان تحت قيادة الدكتور إبراهيم الجعفري، لكن اختيار بعد السيد نور المالك رئيس الوزراء الحالي انشق الجعفري ليؤسس تيار يسمى بتيار الإصلاح الموجود، ويقلد مرجعية السيد محمد حسين فضل الله. المرحلة الثانية عام 58-68 أبرزها الحزب الإسلامي العراقي، وتأسس في عام 60 كواجهة من واجهة حركة الإخوان المسلمين في العراق. أصدرت محكمة التمييز العراقية قرارها بالموافقة على تأسيس الحزب في عام 1960. عقد المؤتمر الأول في 29-67، وانتخب الدكتور نعمان السامرائي كأول أمين عام لهذا الحزب. كانت له علاقات جيدة مع الإسلاميين ورابطة علماء العراق والمرجعية الشيعية في النجف. تعرض الحزب لمضايقات وإغلاق الجريدة بعد قيام 68، منعت نشاطات الحزب كافة ومنها الحزب الإسلامي، وتعرض في عام 87 لضربة كبيرة أدت إلى اعتقال أغلب قياداته. في عام 91 أعلن الحزب عن قيادة جديدة، اختيار الدكتور أسامة التكريتي والمهندس عياد السمرة اللي كان رئيس البرلمان العراقي السابق في الخارج، واختيار محسن عبد الحميد في الداخل كأمينا عاما للحزب. بعد الاحتلال في 9/4/2003 أعلن الحزب عن التنظيم في العراق، ودخل مجلس الحكم عبر أمين العام الدكتور محسن عبد الحميد، وشارك في الانتخابات البرلمانية. أيضا هذا الحزب تعرض لانشقاقات كثيرة، ثم بدأت بالسيد طارق الهاشمي اللي أصبح زعيما للحزب بدلا السيد بن محسن عبد الحميد، ثم انشق طارق الهاشمي ليؤسس جماعة التجديد، وجرت انتخابات أخيرا أسفرت عن انتخاب السيد إياد السامراء أمين العام للحزب. منظمة العمل الإسلامي في العراق تأسست عام 64، وهي منظمة إسلامية شيعية اتخذت من حركة المرجعية والرساليين، تعتبر السيد محمد تقي المدرسي من أبرز قادتها. في عام 1968 لغاية 2003 كان هناك الحزب الإسلامي الديمقراطي، تأسس عام 80 من قبل السيد عباس عبد الله الشبجي وبدعم من الحزب الديمقراطي، وأعلن في بيان له عن برنامج عمل الحزب الإسلامي أنه يتسع لكل العراقيين، يشؤون بالمشروع الحضاري الإسلامي والآليات الديمقراطية لتنظيم الحياة السياسية وتداول السلطة سلميا. حركة الموحدين السلفية في العراق تأسست في البصرة عام 80، وانتخب السيد إبراهيم خليل إبراهيم المشداني أميرا للجماعة، وسعت إقامة علاقات مع الكويت والسعودية وسوريا عبر إرسال وفود، لكنها لم تصل إلى نتيجة تذكر.
المجلس الأعلى الإسلامي في العراق هو ائتلاف لعدد من قوى المعارضة الإسلامية للنظام العراقي السابق والتي كانت مقيمة في إيران. شكل هذا المجلس بدعم إيران عام 82 أثناء الحرب العراقية، وضم عدد من الكتل أبرزها حزب الدعوة الإسلامية جماعة عز الدين سليم وحزب الدعوة الإسلامية خط محمد باقر الصدر ومنظمة العمل الإسلامي وحركة المجاهدين العراقيين، وشكل فيلق عسكري يسمي فيلق بدر لقاتل القوات العراقية في الحرب العراقية الإيرانية. قتل رئيس المجلس الأعلى محمد باقر الحكيم عام 2004 بتفجير في مدينة النجف، وانتخب أخيه عبد العزيز الحكيم رئيسا للمجلس، ثم توفي ليكون ابنه عمار الحكيم رئيسا لهذا المجلس. غير المجلس تسمية فيلق 9 بدر إلى منظمة بدر بعد انخراطه في العمل السياسي، وأصبح الآن متغلغلا في أجهزة وزارة الداخلية والدفاع، كما أنشأ المجلس منظمة شهيد المحراب بقيادة عمار الحكيم، وأسهم في تأسيس حركة تسمى حركة حزب الله جماعة حسن الساري، وحركة سيد الشهداء، وحركة ثار الله، وحركة جند الله. وتغير اسم المجلس الأعلى إلى تسمية المجلس الأعلى الإسلامي في عام 2007، كما أعلنوا اتباعه مرجعية السيد السيستاني، وهم بعد أن كانوا يقلدون مرجعية علي الخامنئي في إيران وكانوا يؤمنون بولاية الفقيه. الحركة الإسلامية الكردستانية أيضا في كردستان العراق تأسست عام 83، كان اسمها أول أمر مكتب علماء الدين في كردستان، ومن عناصرها القيادية الملا عثمان عبد العزيز ومحمد محمود مهدي الذي يعد مرشدا عاما للحركة، توفي عام 91 ليخلفه ابنه الشيخ علي. حركة 15 شعبان تأسست بعد عام 91 عبر ما تسمى بالانتفاضة الشعبانية بعد احتلال العراق للكويت. حركة الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، وهي حركة تضم تركمان العراق ذات طابع إسلامي، يرأسها السيد عباس البياتي اللي هو أحد قيادات اليوم البرلمان العراقي وهو له علاقة وطيدة مع حزب الدعوة العراقي. حركة كوادر حزب الدعوة العراقية الإسلامية، وتأسست هذه في عام 91 بعد أن انشقت عن تنظيم الدعوة. الحركة الوفاق الإسلامي تأسست عام 80 العراقيين المهجرين إلى إيران، وأطلق عليها أول أمر حركة المهجرين العراقيين. حركة حزب الله، وهذه الحركة هي ميليشيا عسكرية أسست في منطقة الأحواز جنوب العراق في المنطقة المتاخمة مع إيران بزعامة كريم مواد المحمداوي الذي أصبح في عام 2003 عضوا لمجلس الحكم العراقي. حزب الدعوة تنظيم العراق، هذا الحزب انشق عن حزب الدعوة ويقلد مرجعية آيات الله الخامنئي وبرئاسة عبد الكريم العنزي عضو المجلس النواب السابق ووزير الأمن الوطني. في عام 2003 تأسس التيار الصدري لشكل قوة كبيرة اليوم في المشهد الديني العراقي أو الإسلامي بعد الغزو الأمريكي للعراق، واعتمد التيار على العمق المرجعي لشكل محمد صادق الصدر ومحمد باقر الصدر، وتعود بداية الفكر الصدري إلى الدعوة اللي خلفها السيد محمد صادق الصدر لإصلاح المجتمع العراقي. بعد احتلال العراق برز التيار كواجهة بقيادة السيد مقتدى الصدر ابن السيد محمد صادق الصدر ليضم قطاعات واسعة من الشيعة، ويعتبر الحركة التيار الصدري حركة شعبية مرجعية أكثر مما هي حزب سياسي، وبالرغم من دخول التيار في العملية السياسية واشتراكه في الانتخابات والبرلمان والحكومة، يعتبر التيار الصدري من التيارات هو التيار الشيعي الوحيد الذي قاتل القوات الأمريكية في معارك هامة، لأن كل التيارات الشيعية كانت متفقة على الأمريكان في كثير من القضايا. اشترك في معركة النجف وساهم في معركة الفلوجة في نيسان في عام 2004. له ذراع عسكري يسمى المجلس يسمى بجيش المهدي، تأسس في عام 2004 ويتبع مرجعية الشيخ كاظم الحائري. بعد أحداث تفجير المرقدين العسكريين في سمراء 2006 انخرط جيش المهدي بأحداث العنف الطائفي في العراق، فقتل وهجر الكثير من العراقيين الموجودين في العراق، لكن السيد مقتدى الصدر قام بتجميد هذا الجيش ولأكثر من مرة، فتنشق عن حركة التيار الصدري حركة مسلحة سميت بعصائب أهل الحق، اليوم موجودة برئاسة قيس الغزعلي، وهي حركة فيها ميليشيا عسكرية. هيئة علماء المسلمين تأسست في عام 2003 بعد الاحتلال مباشرة في مسجد أبي حنيفة النعمان، هذه الهيئة برئاسة الشيخ حارث الضاري ولديها كتيبة مسلحة تسمى فصائل ثورة العشرين. هناك أيضا حركة تجمع الأكراد الفيرية في العراق وحزب الولاء والحركة الإسلامية جماعة الخالصي. لكن أهم أسباب تعدد الأحزاب في دولة ما هو وجود تعددية عرقية وإثنية ودينية وطائفية. العراق فيه مراجع، فيه قوميات وطوائف متعددة، كل فئة تسعى لضمان حقوقها من خلال النفوذ السياسي المتمثل في الوصول إلى مراكز السلطة. لقد ساهم تبني بعض هذه الدول الديمقراطية نظام التمثيل النسبي والانتخاب غير المباشر في تعزيز أو نشوء ظاهرة التعددية الحزبية وفقا لنظام التمثيل النسبي.
في وجهة نظرنا لا يوجد حزب سياسي إسلامي بدون سمة مذهبية أو طائفية بالمعنى الواضح، ولا يوجد حزب يريد تطبيق الإسلام وفق الشريعة دون غيرها. طبعا هذه ليست مرتبطة، وبذلك نستطيع التأكيد أن أكثر الأحزاب الإسلام السياسي لها أسس طائفية تنظيمية منذ التأسيس، وتعتبر نفسها ممثلة لفئة إسلامية معينة، وهناك أدلة ملموسة تدعم هذا القول. فمنذ تأسيس حركة الإخوان المسلمين لم تكن تجمع إلا من مذهب واحد وهو أمر معروف، وقد تكون البعض من انتماءات حالة لحالة شاذة. هنا ليس مهمتنا البحث في تاريخ هذه القضية، لكن هناك أحزاب شكلت على نمط الإخوان لكن من طائفة أخرى مثل حزب الدعوة في العراق. إن القوى الدينية الإسلاموية في العراق هي وليدة النصف الثاني من القرن العشرين، إذ لم تكن هناك أي قوى دينية إسلاموية عراقية أبان النصف الأول من القرن العشرين، وقد تبلورت تلك القوى نتيجة جملة تأثيرات خارجية وانعكاسات إقليمية، كي تجد نفسها حركات خالية من الشرعية السياسية في البداية وحتى سقوط النظام في 2003، فقد تحولت تلك القوى ذات التأسيس الطائفي من صفوف المعارضة إلى سدة الحكم أو إلى الهيمنة على الواقع، وفجأة بدأت تعبر بالفعل عناصر قوة لم يكن الشعب العراقي سابقا يراها مداها داخل المجتمع العراقي، وقد تنامت بسبب الفراغ العراقي من أي قوة سياسية حقيقية في الداخل أو في الخارج منذ 50 سنة مضت. إن التأسيس الطائفي لتلك الحركات قد بلورته عوامل طغيان السلطة السياسية الاستبدادية وغياب ثقافة التعددية وانعدام فرص الديمقراطية، ناهيك عن التأثيرات القوية والصاعقة التي تصل العراق من مصدرين أساسيين، أولهما إيران الإسلامية الشيعية الإمامية في أجزاء كبيرة من العراق، وثانيهما السعودية الوهابية للسنة السلفية في أجزاء أخرى من العراق. إن العراقيين وجدوا أنفسهم بعد سقوط النظام في 2003 أمام مرحلة تاريخية جديدة مليئة بالتحديات والتشوهات معا، والتي يقف على رأسها الاحتلال. وهنا على الرغم من أن التحالفات والقوى السياسية قد عادت ترتيب نفسها وأوضاعها لمرحلة جديدة، فإنها تبدأت الديمقراطية سريعا من دون أي دراسة معمقة لفشل التجربة، ولم يمنح المجتمع السياسي فرصته التاريخية بمنحه مرحلة نقاهة يجدد فيها تفكيره ويحرر فيها إرادته. لقد كانت العملية السياسية والدستورية سريعة جدا وبإجندات متشظية في ظل أوضاع أمنية سيئة للغاية، فتبلورت لأول مرة اصطفافات على أساس الدين والطائفة والعرق والعشيرة، وغدت تنتقل من فشل إلى فشل ومن نوع إلى آخر، حتى وصلت إلى وضعية سيئة، فتحولت الاصطفافات إلى تخندقات، وتحول التنافس السياسي إلى صراعات دموية، وبدأت الصراعات وتمحورت حول الأحزاب الكبيرة ميليشيات أوليغارية مسلحة مكشوفة على العلن في صراع على المصالح والسلطة والنفوذ والمال، كما غدت التخندقات الطائفية مع شرور الإعلام المحلي والإقليمي متأججة إلى درجة لم تعد القوى السياسية تتفاهم على حدود دنيا وقاسم مشتركة يتلاقى فيها الجميع وتفاهم عليها كل العراقيين. لقد انتظمت القوى المدنية السياسية على هذا الأساس، مع الإشارة إلى وجود بعض الاستثناءات التي لم تعتمد على الانتماء الديني أو العرقي. نعتقد أن الأحزاب الدينية في العراق شأنها شأن الأحزاب الإسلامية العربية، لم تستطيع أن تقنع المواطن العراقي بدائها العربي عند استلامها للسلطة كما في مصر وتونس، وارتكبت أخطاء جسيمة حاولت أن تقصي الآخرين، وأثبتت أنها تصلح للعمل في المعارضة أكثر من عملها في إدارة الدولة. وتشكلت هنا ما تسمى بفوبيا الإسلام. كنا في مؤتمر في أذربيجان، وكان الأستاذ إدريس هاني عندما أطلق رئيس المؤتمر فوبيا الإسلام، وقلت له أن الإسلام هو دين التسامح ودين المحبة، لكن الفوبيا تأتي من رجال الدين المتطرفين، هم الذي أوضعوا هذه الفوبيا أمام العرب وأمام العالم. الحركات الإسلامية العراقية والأحزاب الإسلامية فعلت ما فعلت حتى في المشهد العراقي وفي البرلمان العراقي، أحدهم لا يقبل بالآخر، الآن تحول إلى صراع في داخل التيار الشيعي. الأحزاب الإسلامية الشيعية تتصارع فيما بينها، والأحزاب السنية تتصارع فيما بينها، والأحزاب الكردية على أساس القومي تتصارع فيما بينها، وبالتالي أصبح الضحية هو العراق. هناك أجندة تحاول أن تشتت الوطن بمشروع بايدن سيء الصيت إلى 3 دويلات شيعية وسنية وكردية. وأنا أقولها دائما عبر الفضائيات وعبر المؤتمرات، فيما لو قسمتم العراق لا سامح الله بعد 8 أشهر سيتحول العراق إلى 18 جمهورية، هي جمهورية البصرة والناصرية وبغداد والبصرة والنجف، وهذه هي الطامة الكبرى. الصراع الطائفي أصبح مملا إلى العراقيين ومتعبا للعراقيين. شكرا سيد الرئيس. أولا بشكر الأخ الفاضل الدكتور واثق على تقديمه لخريطة مهمة لواقع الحركات الإسلام السياسي في العراق. بس أنا عايز يعني أتذكر حضراتكم الإضافة الهامة اللي بتقدمها الخبرة العراقية. يعني بينما في مصر والسودان وتونس أساسا عندك حركات إسلامية إسلام سياسي
في سياق السنة، في سياق أغلبية سنية. العراق بيقدم نموذج آخر إنه تشرذم حركات الإسلام السياسي وفقا للطوائف المختلفة، سواء طوائف دينية سنة وشيعة أو طوائف قومية تركمان أكراد. وبالتالي ده بيدفعنا أخي الدكتور واثق وربما تعلق على هذا في 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 في, في الكلمة الأخيرة لك، هل يعني هل ما نسميه أحزاب الإسلام السياسي في العراق مماثلة في طبيعتها للأحزاب دي؟ الأحزاب دي بتسعى إلى إقامة نظام إسلامي، بتسعى إلى تطبيق الشريعة، ولا إن تسمية هذه الأحزاب بالإسلامي، إسلام سني شيعي كردي، هي أداة للحشد والتعبئة، هي أداة تماثل الأحزاب اللي بتستند إلى أسس قبلية في كثير من الدول الإفريقية. فأنا أحتاج إلى ربما في الكلمة الأخيرة للأخي الدكتور واثق إنه يوضح لنا، إذا كان بيسعى لإقامة دولة إسلامية بمعنى تطبيق الشريعة، هل قام رئيس الوزراء المالكي أو جعفري أو من قبله بإجراءات في هذا الاتجاه؟